بونسوار يا أحلى عالم، إن شاء الله تكون اليوم رواق رواق. وكل يوم رح نعمل مع بعض اليوم، لأنه بتعرفوا الكورونا وخليك بالبيت وخليكي بالبيت، حمسة الروبيان، والله يبعد عنكم كل الأمراض يا رب. أول شي رح نبلش، منغلي مي منحط فيها 5 أو 6 روس من البندورة، منغليهم تقريبا هيك 3 دقايق، ما بدي أسلقهم أنا، بس بدي أنه شيل عنهم القشرة، هيدا هي الغاية تبع يعني، ويستووا شوي مش مشكلة. رح شيل عنهم المي، قشرون وقطعون، بتقطعون صغير، بدكن على البلندر تعملون عشان يصيروا يعني مثل العصير كمان، مش مشكلة. أنا هون رح شيل عندي هيدا اللي بيكون عليها الوردة تبعو البندورة أو الغصن، ورح نقصهم نقطعهم صغير صغير. بخلص الكمية اللي عندي وبنتقل لأعمل البصل. بجيب عندي بصلة كبيرة وبفرمها، بدكن تفرموها صغير، بدكن تفرموها كبير شوي، جوانح مثل ما بدكن انتو شو بتفضلوا. رح حط عندي ملعقة كبيرة من السمنة وخليها لتسخن وتدوب يعني. هلا بدي اضيف عليها البصلة يلي فرمتها، بزيد اكلها هون. البصلة بدي اتركها لتغير لونها، ما تحترق اكيد لانه بتصير الطعمة مش طيبة، بس حتى تغير لونها. هيدا الأكلة لما تعملوها رح تعشقوها وتصيروا دايما بدكن تعملوا منها. رح حط عندي هون من بعد ما اصفرت لون البصلة، حطيت ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون وملعقة صغيرة من الثوم المطحون، حطيت عندي 4 لـ5 من الحر الأخضر. حطيت هون ملعقة أو ملعقتين كبار من صلصة البندورة. هوني حسيت أنه البندورة الصلصة ما طلعت كتير لأنها ما بعرف كيف هيك خفيفة، حطيت ملعقة زيادة ومنحركن. رح نحط عنا هوني ملعقتين صغار من الكركم أو العقدة الصفراء من قلب لبنان. رح نحط كمان نص ملعقة صغيرة من البابريكا، بتعطي لون حلو كمان وطعمة. نص ملعقة من البهار الأسود ونص ملعقة من الكوري الباودر. أنا هون حطيت الحلو المشحر لأنه رح حط عندي هون رشة من الحر الأحمر. منحركون. إذا عندكن أولاد هيدي الخطوة تبعو الحر الأحمر فيكن تستغنوا عنها، أو الكوري الحار حطوا الحلو. حطيت عندي البندورة يلي كنت قطعتون ومنحرك كله مع بعضه. تركت الصلصة أنا شي دقيقتين هيك على النار، هلأ هولي رح أتركهم تقريبا شي 10 دقايق قبل ما يتنشف المي منهم، وبزيد عندي كيلو من الروبيان منقلبهم. هون بتاخد معي هيدا الخطوة تقريبا 10 لـ15 دقيقة، كون عم بغلي عندي المي. حطيت هون الملح، غليت مي وحطوا شوية مي مغلية انتو قد ما بتكون يعني. أنا هون حطيت تقريبا 1/4 كباية، تركتهم يغلوا لغاية ما استوى عندي الروبيان. وهون حطيت عندي كزبرة خضرة، شوية كزبرة خضرة أنا متلاجين عندي، انتو فيكن جيبون فريش وتقطعون. وهون عندي نص ليمونة حامضة وحطيتهم بس هلا دقيقتين وبطفي النار عليهم. جهزت أكلتنا الكتير طيبة، يا رب تعجبكن. بون أبتيت.